اسمي خالد صابر محمد شحات علي، الأول على محافظة شمال سيناء، بمجموعة نسبة 95.12%، شعبة علم علوم، مدرسة آل أبو سلمى الثانوية بنين. الحمد لله ربنا وفاني وقدرت أجيب المركز دوت. كنت بذاكر طبعا ومبحاولش إن أنا أراكم عليا حاجات، بصحى أخلص اللي عليا، الحاجات اللي أنا محددها محددش وقت معين. كنت طبعا محافظ على علاقتي بربنا، الصلاة وعلاقتي بأبويا وأمي، وطبعا مكنتش معتمد على الغش تماما، و أهلي طبعا كانوا هما السند ليا، وهم كانوا بيوفروا لي كل حاجة، كانوا بيقفوا جنبي ويقللوا التوتر، كانوا أي حاجة كنت عاوزها بيجيبوها لي. لا كانوا بيساعدوني بسألهم كده يعني، كانوا بيدوني معلومات. كلهم بيحبوني برضه، بشكرهم، بشكر المدرسين بتوعك طبعا كلهم بشكرهم والله على مجهودهم محبوبين. الكبير اللي هما قدموه لنا ووقفوا جنبنا، كانوا بيساعدوني. كنت ناوي طبعا بعد كده ناوي أتعدى طب بشري عشان بحب المجال ده، وشايف إن شاء الله ربنا هيوفقني فيه. ما فيش تخصص معين في الكلية، بس إن شاء الله بنشكر ربنا الحمد لله. أول حاجة إنه وفق خالد وطلع من طلع الأول، لأنه يستاهل بأمانة، هو بيستاهل كل خير لأنه هو عمل مجهود كبير وكنا بنوفر له كل حاجة، والحمد لله رب العالمين. يعني ربنا يوفق أولاد المسلمين كلهم يا رب. في